طبعا انا كنت في المنطقه دي، قعدت السفينه بتاعتي اهي ماشي. المدينه دي 13 تمام، اهي الدرع بتاعها او القوه بتاعتها 13، وبتعلى معاك كمان. يعني انت لو الدرع اللي بقيت 14 هتعلى معاك، بتبقى 14. الاهداف اللي فيها صعبه لان هي بنفس الليفل بتاعك تمام. فانا لو دخلت على المستوى اللي هو 13 اللي انا داخل عليه ده، مش هتلاقي نفسك ان انت متعرفش تعمل كل الاهداف. عشان كده هو بيديك مساعدة ان انت تبقى اقوى من الاهداف دي وتتعامل معاك ايه بسرعة. طيب، فطبعا اضطررت ان انا اعمل انتقال سريع عن طريق هنا ماشي، وجيت المكان ده تاني تمام. وانا واقف كده قدام لوح الرسائل، تعال نشوف الاهداف اللي في لوح الرسائل ايه تمام. Off we go now. كده نقرب مثلا. طيب كده هضطر ننزل مع الحصان تمام. كده نشوف الاهداف اللي في الرسائل. عندك واحده اهي، في عندك اهي كمان واحده ليفل 14، دي مرتزقه ممكن تموتها. وهنا بيقول لك اهو هدف تاني، جايزه على راس جندي ياسيني تمام. طيب نبدا نشوف. نبدأ نشوف الـ الهدف اللي هو جايزة على رأس جندي ياسيني اللي هو ده ماشي. نبدأ نروح. كده أنا وصلت للمكان، هبدأ أعمل الهدف تمام. تيجي نشوف. تمام كده هنزل مع الحصان ماشي. ممكن بقى تستخبى ما تستخباش براحتك بقى. انت ممكن تعمل ايه الهدف على طول، اهم حاجة الريورد بتاعته. انا كده بوريك ازاي توصل لليفل، لان في بعض الناس بيبدأوا يخشوا. خلاص انا كده موت واحد تمام. خلاص كده انا موتهم كلهم. انا كنت لسه بكلمكم يا جماعة، كنت بقول لكم ان في بعض الناس بتخش ماشي ما بتعملش الاهداف دي تمام. وتقول لك انا هخش على القصه على طول تمام، وفي الاخر بتلاقي نفسها ان هي مش عارفه تلعب بسبب ان هي ما جابتش الليفل المطلوب ان هي يريحها وهي بتلعب تمام. يعني انت دلوقتي مثلا داخل على ليفل 13، ما تخشش 13 لان هم بيبقى 13 فل. يعني ايه فل؟ يعني كامل. هما بيبقوا 13 كامل وانت المفروض تبقى 13 كامل. يعني هو بيبقى لابس اللبس بتاعه، جميع اللبس اللي هو لابسه ماشي ليفل 13 تمام. انت بقى يعني ما بتبقاش مطور كل اللبس اللي معاك اللي نفس الليفل. ايه اللي بيحصل؟ ان انت بتخش تصطدم معاهم، تقول الله طب ما انا 13 وكنت 5، انا كنت 5 ماشي ولعبت عادي ماشي. اللعبه بتبقى ملله شويه الليفل في الاول، لكن بعد كده لما انت بتوصل لليفلات عاليه هما بيزودوا برضو الليفلات العاليه بتاع الكاركترات اللي موجوده ماشي. فبتصطدم بعد كده ان انت بتخش ما بتعرفش تلعب. ليه؟ لان انت بتخش تبقى نفس الليفل، فتلاقي اللي قدامك اقوى منك مع انه نفس الليفل. طب ولو جالك مرتزقه نفس الليفل ماشي، بيبقى اقوى برضو منك، فانت مش هتعرف تلعب. فالمفروض ان انت بتاخد الاهداف اللي هي الاقل منك عشان تقويك ان انت توصل لحد الليفل اللي انت موجود فيه. ولو انت داخل على ليفل 13 وانت 14 وانت 15 ماشي، حتى لو هو اللعبة بتغيره، بس بتغيره وهمي مش الاساسي. بس تخش تضربهم زي ما انا ضربتهم كده تمام.
وبرضه تاخد الاهداف اللي هي الجانبيه الاول اللي هي في يعني مثلا هنا لما نيجي على الخريطه، انت عندك هنا مثلا في اهداف جانبيه خدتها هنا كده اهو ماشي. لو انت دخلت على روح الرسائل هنا واخدت الاهداف الجانبيه اللي هنا هتلاقي ليفل 13 تمام. طيب هتعملها ازاي؟ مش هتقدر على الاهداف الجانبيه اللي هي البسيطه، هتعرف تعمل الاهداف الكبيره دي ماشي. بس فكده احنا برضو هنقوي نفسنا هنا شويه تمام. وعندك هنا كمان في هدف ليفل 15 اهو، انا مش عايز اروحه لسه لحد دلوقتي لان هو بيقول لك المستوى المقترح ايه 15. فكده ايه، انا كده عملت الهدف الجانبي الاولاني. في الهدف الجانبي التاني اللي هو نقتل المرتزقة تمام. اكيد المرتزقة ده موجود هنا، انا اشوفه بقى في هدف تاني.